زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. نبدأ محاضرتنا هذا اليوم محاضرة الفارماكوجنسي الكورس الأول. طلبة المرحلة الثانية جامعة جار بن حيان الطبية الكورس الثاني. The first lecture in the pharmacognosy, introduction about pharmacognosy. هسه نريد نعرف شنو الأصل، أصل الفارماكوجنسي. إحنا ندرس فارماكوجنسي وخاصة روحنا، واحد يقول لك شنو هي الفارماكوجنسي، شنو أصلها؟ زين، هسه أنا مو إلا راح يعني أقرأ لك بالديتيلز الموجود، بس أريد تفهم. يقول هو علم that deals with natural drugs. إذا شنو معنى؟ عندنا السينثيتيك، عندنا السيمي سينثيتيك وعندنا ناتشرال. يعني ناتشرال موجوده بالطبيعه، بس الناتشرال من جايه؟ احتمال بلانت، احتمال انيمال، احتمال بكتيريا. تطلع لنا مواد نسميها بالناتشرال بروتكتس. طبعا ناتشرال بروتكتس عندنا محاضره، وعندنا الكيمستري مال ناتشرال بروتكتس. عندنا هاي الناتشرال بروتكتس احتمال نسوي لها موديفيكيشن، نباوع للتركيب مالتها. جيد محمد صناعي، نباوع للتركيب مالت هاي الناتشرال، ناخذها نسوي بها موديفيكيشن بسيط. انزين، راح نسوي سينثيتيك. مثلا عندنا الاوبيوم، الخشخاش راح ناخذ هسه احتمال. عندنا الاوبيوم الخشخاش، الاوبيون يسمونه، او الخشخاش مواد مخدره. نقدر نسوي لها، طبعا هي سينثيتيك ناتشرال، نقدر نحضر من عندها سينثيتيك كومباوند، مثل ايش؟ بيسيدين اللي يستخدمونه بالمستشفيات، المن يستخدمونه بال كماده مخدره بالعمليات. شوف يعني هي كلمة واحدة أن تكون تفهم معناها. And their biological constituent, biological feature from different origin source in plants, animal and microorganism. إذن شوف المصادر مرة ثانية، يعني أنا نجيب لك the origin of the natural drugs from animal or plant only. From plant only. كنت تعرفنا أنت مو هيك. إلها different sources. جيد. Plants and animals and bacteria. Bacteria بعض الأحيان secreted or synthesized penetrant compound، يعني مركبات ذو فائدة. ها، مركبات ذو فائدة. الفنجل علم تطبيقي that deals with the study of drug-like أدوية الخام and their natural derivatives. زين، شوف الفارماكوجنسي اذا اريد نجزئها، it is derived from Greek، يعني كلمه يونانيه، عباره عن كلمه يونانيه. اوكي، اذا انقطع الصوت او صوتي مو واضح، واحد يدز لي مسج. زين، واضح يا علي؟ اعتبر الصوت واضح مو؟ زين، شوف هي كلمه يونانيه. طبعا انا الشغلات اللي مهمه اركز عليها اريدك تنتبه لي اياها، اكو شغلات مهمه راح اركز لك. زين، اريدك تنتبه. اذا هي كلمه يونانيه. شوف يقول الفارما درايف فروم كريك وورد، معناها فارماكون، معناها دراج. اما كوجنسي درايف ايضا كلمه يونانيه. زين، وتعني المعرفه. اذا هي عباره عن معرفه الدراج، معرفه الدراج. فاطمه تقول انقطع، انقطع الصوت، ما اعرف واضح يا محمد علي لو انقطع الصوت. فاطمه تقول، فاطمة اسماعيل تقول انقطع صوتي واضح. زين، الظاهر خلي من يمك يا فاطمة، ما اعرف اشوف التقنية. زين، طبعا المصطلح الفارماكوجنسي، اكو طالب بالطبية ميديكال ستودنت، يعني هو دخله او درسه او شافه. هو طبعا طالب الماني سنة 1815، يعني جاست انفورميشن. زين، هسه راح نشوف هذا العلم بينا يهتم. كونسيرت وروتس، يعني اذا اخذنا الفارماكوجنسي بينا يهتم بالستراكشر، بالاتونومي، باليوزز. شوف يقول توكسونومي اوف ذا بلانت، اذا احنا راح ندرس التوكسونومي. اند ذا ناتشرال سورسز اوف ذا دراج، ديستريبيوشن ذا ناتشرال بروتكت ان ذا وورد. هسه واحد يقول شنو يعني ديستريبيوشن؟ الديستريبيوشن، شوف هسه انت اذا شوف مثل الافيون والخشخاش، اكو مناطق دول ينمو بيها، صح ولا لا؟ مثل باكستان، شوف هذا يسمونه توزيع، ديستريبيوشن. جيبه هنا، جيبه زرعه بمناطقنا يجوز ما يطلع. فالبيئه لها دور. اذا ديستريبيوشن، عندنا سكريبشن ذا بلانت،
وصف البلانت زين، يعني البيبرمنت مثلا نبات معمر عندنا وغيره زين. The active constituent from the natural sources الactive group، يعني احنا اذا اخذنا مثلا نبتة معينة زين، شنو بيها الactive substance، شنو المفيد بيها؟ بيها glycoside، بيها احتمال alkaloid، بيها volatile oil. هو مو كل النباتات بيها تانين، مو كل النباتات بيها volatile oil، صح لو لا؟ زين نجي بعدين نشوف الفايروسينثيس شلون يصير لها سينثيسيس، بعدين شلون يصير لها ستورج. اذا انت مثلا عندك هسه فد بودر مال ناتشرال دراج، صح لو لا؟ هسه اكو بالصيدليات يانسون، اكو بالصيدليات فرشة الاذرة مدررة، اكو هواي شغلات. شلون تسوي لها ستورج؟ تخلي لها فد يعني بوك عادي، يعني بوكس عادي، لايلون، بلاستر، سدها مسدها بحرارة، صح لو لا؟ مو صوت واضح يا فرح؟ زين صوت واضح؟ رؤى صوت واضح؟ زين. فالخزن ضروري. هسه اكو بعض الناس يطحن مثلا يطحن هيل ويخليه في مكان وما يسده، يلقى ورا فتره يقول هذا شو ما بيعطر. طبعا اذا انت ما صاد العبوه طار الريحه، طارت طيار وبقى بدون عطر او ريحه قليله، واضح؟ فالخزن هنا عندنا ضروري. زين the parts ستة، the part used from the natural sources in the medicine and pharmacy are the left. شوف انا من اقول لك مثلا عندنا ديجيتالس، فانت هو مو تروح تجيب لي النبتة كلها وتقول بها ديجيتالس، لا، انت تكون تعرف الديجيتالس وين موجود. موجود فقط في الجذور. هذا الديجيتالس احنا نطلع من عند الديجوكسين. الديجوكسين يشتغل على عضلة القلب، يزيد الكونتراكتيليتي، تقلص وانبساط عضلة القلب. فانت تكون تعرف هذا الديجوكسين او الديجيتالس وين موجود. ادري موجود بالبذرة، موجود مثلا بالسيقان، بالجذور. فمو كل النبات احتمال موجود فيه جزء معين. جيد محمد، موجود بالليف. اوكي مثلا شوف عرق السوس لكورايز، هذا عرق السوس اذا شايفين دول يفترون وحاط مثل على ظهره عرق السوس، صح لو لا؟ الكوفي وين موجوده؟ السينامون وين موجود؟ زين شوف عندنا مثل ما قلنا ايضا الستورج والكولكشن. ستورج الكولكشن ضروري، الكولكشن يعني انت مثلا اكو فد نبات يصير بي اكتف سبستانسز بموسم معين، بموسم الشتاء، ها انت مو تجي له بالصيف تاخذه بعد ما ناضج، ماكو فايده. الستورج ضروري، الستورج ادري اذا هو مثلا فد ماده زيتيه طيار ايفابوريت، مو تخليها بمكان حار ووم، لازم تخليها بمكان بارد. اذا خليتها بمكان حار احتمال تطاير. اذا الخزن ضروري. شوف الفيزيكال اند كيميكال اند بايولوجيكال بروبرتيز اوف اكتيف كونستيتوينت، الخصائص مالتها. زين بعدين ذا كوركت بريسكربشن اوف ناتشرال درايفز ان ذا تريتمنت اوف ديزيز، انت تكون تعرف ايش قد توصف من الناتشرال درايفز، ايش قد تعرف توصف يعني الكميه مالته، مو بهزار. يعني شوف هسه انت ذني عندنا الدرج الموجود بالصيدليه هو معروف، يعني تابلت مثلا او اذا سيرب تقول له خاشوقه زين. هو اذا بودر يعني انت مثلا تريد تسوي نقيع تفوره مثلا بالمي، يعني سون الشوربه ايش قد تخلي له، ايش قد تخليه بالمي، ايش قد الكميه، رواي شويه الوقت، صح لو لا؟ زين هسه احنا نستمر بهالمحاضره، واضحه اعتقد لحد الان، واضح يا محمد؟ واضح مريم؟ زين هسه عندنا احنا الابروتش فور ستدي ذا ميديكال بلانت. شوف ايش راح ناخذ. زين شوف الدراجز كان بي ارينج فور ستدي اندر ذا فالونج. اذا عندك انت مثلا دراجز، عندك ادويه ناتشرال سورسز، شلون تدرسها؟
يعني عندك 50 درج انت تفهم الموضوع فوق، يعني احتمال غير لك بالاسئله فانت افهم الموضوع. اذا عندك عندك نباتات عديده، انت نباتات عديده متنوعه تريد تدرسها، زين شلون تدرسها؟ تقسمها، تقسمها قسم العدد احتمال، يعني تقدر على الحروف الابجديه الفابيتيكال، ها الالفابيتيكال مال اسم الجينوس والسبيشيز مالتها، احتمال تروح على التسميه مالتها، احتمال تروح على المورفولوجي، يعني عندنا مثلا هاي الخانه بها 30 درج، 30 درج منين ماخوذات؟ من 30 بلانت اللي هنا شنو مثلا؟ من الورده، شكو ورده بها اكتف كونستيتيونت، زين نصنفها، شكو جذر بها اكتف كونستيتيونت نصنفه بمجموعه معينه، ها واضحه هسه الفكره ولا لا؟ اذا الفابيتيكال ايذر لاتين اور فانكوفر، فانكوفر هذا عباره عن نظام للتسميه دائما نستخدم احنا بالاطاريح ورسائل، فانكوفر ستايل يسمونه، زين اذا اريد شلون نسلسل الارقام يعني ابجد هوز على الحروف الابجديه استنادا على يعني عده قوانين. may be used this arrangement is employed to use for directional and pharmacopoeia. زين sorry taxonomy the drugs are arranged according to the plant from which sorry from obtained in a class order family genera and species. يعني نصنفها شلون هسه واحد يقول عشيره، عشيره محمد مثلا، محمد علي عشيرتهم مثلا عارضي، عباس عارضي، زين منى مثلا ياسريه، سلمى ياسريه، فنصنفهم اعتمادا على الفاميلي والاوردر والسبيشيز والجنرا. شلون البكتيريا من يصنفونها؟ نفس التصنيف. شوف هنا عندنا study depending on the morphological، يعني drug are divided into the group ونصنفه، يعني اعتمادا على اذا flowers leaves fruit seed، يعني بذور جذور، يعني شلون نقدر نقول مثلا الديجيتالس هو الموجود، وشكو واحد بأكتف ingredient نجيبه نخليه ويا هالمجموعه، شكو اكتف ingredient موجوده بالورود نعزلها على صفحه، اذا اعتمادا على المورفولوجيكال. These grouping have some advantage for practical study of crowd drug and identification of border drugs. عيني واضح يا نور الهدى؟ واضح؟ زين ظاهر بعدكم نعسانين، ما اعرف صيام، زين كله محفوظ، كله حفظ يا ظافر يا فرح، كله حفظ. شوف هسه البارت، احنا هناك قلنا شرحنا اعتمادا على البارت، شوف هسه راح نقول part of the plant use medicinally، يعني جزء جزء النبات، جزء النبات اللي نستخدمه بالطب. شوف مثلا عندك التنانة ليف وين موجود؟ ها وين موجود؟ عندك البلدونه، ها وال يسمونه هذا واللي فوكس كلوب الموجود بديجيتاليس، وين موجودات؟ بالليف، صح لو لا؟ الكانغو ايضا بالليف موجود. شوف الفلور، يعني اذا انت اخذت مثلا البلدونه وياي، اي طبعا مرطوبات الاسماء اللاتينيه يا فاضل، البلدونه، البلدونه مثلا اذا اخذتها وين؟ اذا اخذتها بالفلور ما تلقاها، صح لو لا؟ البلدونه اذا اخذتها بالفلور ما تلقاها، وين تلقاها؟ بالليف. زين شوف الفلور مثل ايش عندنا، زين شوف الهرب معناه العشب، بيبرمنت نعناع، شوف الفروت يعني عصير، اكو بعض النباتات تطلع عصاير، زين شوف مثل السيد شنو بي؟ ماستر الخردل، خردل اسود ماستر،
يعني اقول لك هذا الماستر كان اوبتين فروم ذا ليف ترو اور فولس. البلدونة يسمون هنا نبات ست الحسن يا عباس كريم، البلدونة نبات ست الحسن ان شاء الله نافع. بلدونة نبات ست الحسن نطلع منها الاتروبين والهيوسين زين اللي ذني يشتغلون على عدة استخدامات بالمحاضرة اعتقد الجاية راح ناخذهم زين. عبارة عن الكالويد، عبارة عن الكالويد زين، نطلع من عندهم الاتروبين والهيوسين، وتعرفون شنو الاتروبين استخدام ان شاء الله والهيوسين زين. شوف عندك مثلا بارك وين موجود بالكسكارة، كسكارة هاي من نستخدمها ان شاء الله ناخذها بالكورس الثاني، كسكارة ساكاراتا، كسكارة والسينامون. سينامون من يعرف السينامون شنو هو؟ سينامون كسكارة زيد لاكزيتيف. والسينامون من يعرفه؟ قرفة ها زيد زين. شوف الجذور جنسنج، جنسنج جنسنج مقوي، جنسنج مقوي. طبعا اكو كبسول بالصيدليه جنسنج موجود، انا عندي موجود بالصيدليه جنسنج، هذا مقوي جنسنج ويا بعد مالتي فيتامين جنسنج الى عده استخدامات زين. فانت تكون تعرف الجنسنج وين موجود زين. يعني حتى لو انت مثلا بالعملي اعطوك نبته، اعطوك نبته وقالوا لك يابا استخرج لنا الجنسنج، وانت مو تروح للبذور او تروح للورده مالت النبته، كون تعرف وين موجوده. شوف رايزوم، بالرايزوم جنجر ها والتومريك من عرف هذا؟ المثال الثاني يلا، المثال الثاني من عرفه؟ اليوم ناخذه احنا نشرحه اليوم، انتم قارينها المحاضره. يلا يا زهراء، يا فاطمه اسماعيل، كركم جيد زين. وهكذا عندك مثلا الكارليك، كارليك الثوم مو الكارليك الثوم. شوف وين موجود في البوب، يعني شلون نسميه مثل الفقاعة او مثل الطوبة زين. سيكول، سيكول زين. الوود الخشب، يعني الخشب اللحاء الخارجي ساندلوود وغيرها زين. وعندنا الان ريكوجنايزد دراجز لاتكس، لاتكس شنو هي اللاتكس؟ هي شوف هي عندها مثل كبيبة، مثل الكبيبة زهرة يسوون بها في شرخ معين، شق صغير تظل تنضح هاي المادة نسميها باللاتكس. عندنا الأبيوم اللي سوري الأوبيوم اللي هو الخشخاش، الخشخاش اللي راح ناخذه أعتقد اليوم لو بالمحاضرة السابقة ما أعرف. نطلع من عند الأوبيوم الأفيون، ونقدر بعدين نصنع من عنده الكودائين ونصنع المورفين، الكودائين والمورفين. عندك الرزن، طبعا هنا اكو فارزه، اكو فارزه ما بين الاوبيوم وما بين الرزن، فارزه انتبهت لي يا رؤى، رؤى بدير، اكو فارزه، فارزه هنا تسبق الرزن. اذا الرزن زين، الرزن والقم والاكيشيا والتراغاكان ذني تحت يعني انريكوجنايز، يعني ما مصنف فيهم زين. شوف عندنا تصنيف بعد اخر، احنا قلنا عندنا اعتمادا على الفارماكولوجي، الفارما المورفولوجي، فارمولوجي المورفولوجي، هسه نجي على الفارماكولوجيكال اور ثيرابيوتيك يوزز نصنفها. شوف يقول this classification involve grouping مجاميع of drugs according to their pharmacological action of their most important constituent or their therapeutic use. طبعا احنا عندنا نبتة، شوف افهم لي هذا، شوف شو يقول هنا on their most important، يعني احنا اذا اخذنا نبتة بها different active constituent، لان النبات بمواد فعالة عديدة. يعني على سبيل المثال اذا اخذت لك مثلا خلينا نقول النبق، هذا النبق به هواي مواد فعالة صح ولا لا؟ فنصنفه اعتمادا على الاكتف كونستيونت، يعني مثلا عنده اي وبي وسي ودي، شنو المشهورة، شنو الفعالة، شنو اللي لها مثلا نقدر نقول طيف واسع من الاستخدام زين. راح التصنيف يعتمد على
active ingredient type A وليس B. واضح؟ كل نبات be different active constituent. So we'll make grouping of these plants depending on what? Depending on the most important constituent. واضح؟ اعتمادا على an active constituent الكومن الموجود بها. شوف هسه لان الامثله it is very important. واضح صوتي؟ عند الامثله كلش مهمه. شوف هسه احنا قلنا التصنيف هذا قلنا مثل مورفولوجيكال، وهسه التصنيف الاخر depending on the therapeutic uses. شوف مثلا عندنا يعني اكو نباتات من نستخلص الاكتف مالتها ايش تشتغل؟ تشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم، تشتغل على عضله القلب. مثل ايش؟ شوف تشتغل على الكاردييك هارت فيلر، عجز القلب. عند كاردييك موسل ستيمولنت مثل ايش؟ ديجيتاليس هو النبات، ايش بيه؟ ديجوكسين. يعني هنا انا اقدر اقول لك ديجوكسين is obtained from فراغ. يلا يا مريم رسول. The ديجوكسين is obtained from فراغ. منين؟ يلا يا رؤى. يلا مريم. زين جيد دعاء. It is obtained from digitalis glycoside. إن شاء الله ناخذها بالكورس الثاني. زين. لا كملي لي يا علي فاضل. قل لي ديجيتاليس كليكوسايد ضروري ديجيتاليس كليكوسايد. زين اذا شوف يعني احنا من هالنقطه الوحده نقدر نصيغ عده اسئله. اذا قلت لك مثلا انت لا تخلي ببالك انه عقاقير هي عباره عن ادويه زائد عن عقاقير، يعني راح اسوي لك اياها فارماكولوجي، انت صيدلاني فاعتبرها فارماكولوجي زائد عن عقاقير. يعني اذا قلت لك What the mechanism of action of digoxin؟ كنت تعرفها. شنو؟ يلا يا عباس. What the mechanism of action of digoxin؟ شو يسوي؟ قوم وتقول لي ما ماخذها. هي صح بها تفاصيل بس انت انطيني اياها على القرار اللي معطيك اياها. يلا يا فاضل. What mean؟ جيد. Is stimulant the cardiac muscle. لا تقول لي ما ماخذها. stimulant the cardiac muscle. جيد لاكزيتيف. شوف احنا قلنا نقسمها على الاستخدام. لاكزيتيف ملينات كليكوسايد سينوسايد. ايش تعطيك؟ سنه. اعتقد السنه موجود بالصيدليه نبات السنه نستخلص من عنده كليكوسايد نسميه بالسنه. شوف الكسكاروسايد وين موجوده؟ بالجذور. كسكاروسايد ايضا ماده ملينه. شوف لوكال اريتنت جروب. عندك السينارجين بالخردل الاسود بلاك ماستر سيد. شو اسمه؟ شوف اسمه براسيكا نيجرا، الاسم العلمي اسمه براسيكا نيجرا. زين شوف السينالبين وين موجود؟ بالخردل الابيض. وياي عافيه وياي. اذا قلت لك سينارجين is obtained from وياي سينارجين is obtained from white mustard seed. true or false؟ سينارجين is obtained from black mustard وليس from white. اذا عباره خطا فانت ركز سويها المحاضره از فارماكولوجي. زين واذا قلت لك يا بالعكس سينالبين it is obtained from the Brassica nigra. سينالبين it is obtained from Brassica nigra. شوف ليش اقول لك انا الاسماء العلميه؟ اكو واحد من الساعه قال لي نحفظ اسم النبات. انت من هالباب يعني تفهمه تحفظه يعني مو درخ 100%. يعني اذا قلت لك the سينالبين it is found in Brassica alba انت كنت تعرف Brassica alba صح ولا لا؟ من هالباب. زين شوف analgesic and antipyretic. salicylic طبعا هذا راح ناخذه بالتفصيل ان شاء الله بالكورس الثاني.
هذا اذا صار بهايدرولايسيس ايش يعطيك؟ يعطيك ساسيليك اسيد. وين موجود؟ هسه واحد قال لي واذا اعطاني ساسيليك اسيد؟ ها؟ اقدر اصنع ساسيليك اسيد، شو اصنع من عنده بعد؟ يلا يا فاضل. وين هم شطار المرحله؟ جيد، اسبرين. اذا شنو الاسم العلمي مال الاسبرين؟ اتز اسيتايل ساسيليك اسيد. ساسيليك اسيد ونضيف له مجموعه اسيتايل. اسيتايل ساسيليك اسيد. زين راح اسال سؤال خارج المحاضره. هسه عندنا احنا ساسيليك اسيد وعندنا اسيتايل ساسيليك اسيد الاسبرين. زين الاسم جك شنو؟ يلا. لا ما اريد انا ادري بودر. لا. الاسبجيك، الاسبجيك يا عباس. الاسبجيك. ما اريد ابو الالف. وشنو الماده العلميه؟ وات از ذا اكتف انجريدينت؟ شنو؟ ساسيليك اسيد واسيتايل ساسيليك اسيد. شنو الاسبجيك الموجود؟ ادري بي انا اعرفه. بس شنو مكوناته؟ اسيتايل ساسيليك اسيد وبعد شنو؟ اسيتايل ساسيليك اسيد وبعد شنو؟ يلا يا شاطر يا شاطر. عيني هسه ايش عندنا؟ عندنا الاسبرين ابو المية، صح لو لا؟ هو عبارة عن شنو؟ اسيتايل شنو؟ اسيتايل ساسيليك اسيد. اسيتايل ساسيليك اسيد اذا اضفت له امينو اسيد يسمونه لايسين، امينو اسيد لايسين، يصير اسبجيك. وضحت الفكره؟ عيني الاستامينوفين هذا براسيتول، انا جاي احكي لك على على الاسبرين. الاسبرين هو عباره عن اسيتايل ساسيليك اسيد. شلون يصير اسبجيك؟ يصير اسبجيك اذا ضفنا له امينو اسيد يسمونه لايسين. زين. ان شاء الله تاخذونا بالفارماكولوجي. هسه نجي نشوف الكيبنج ذا بلود فازلز الالاستيسيتي، يعني اللي تحفظ لنا الطراوه، الطراوه مال الوعاء الدموي حتى ما يصير ستيفنس، واذا صار ستيفنس راح يصير هايبرتنشن، واذا صار هايبرتنشن ايش راح يصير؟ احتمال يصير انجينا. شوف عندك انت الروتين. زين وين موجود الروتين؟ في قشره الليمون وقشره البرتقال، ايش بيها؟ بيها روتين. قشره البرتقال المر. واضح؟ فاذا قلت لك give me example of direct or natural products used for keeping elasticity the blood vessels فراغ، تقول لي روتين like روتين. يعني واضح الصوت لو انقطع؟ صوتي واضح؟ زين شوف انتي انفلاماتوري جروب، انتي انفلاماتوري جروب مثل ايش؟ الوين. المن نستخدمه فور اكني حب الشباب وعرق السوس. المن نستخدمه للبيبتيك السر. واضح؟ فاذا قلت لك فراغ ات از يوز فور تريتمنت بيبتيك السر، تقول لي عرق السوس اللي هو عباره عن الجلايسرايزين. هذا يستخدم از انتي انفلاماتوري. وانتم تعرفون شنو انتي انفلاماتوري وشنو الانفكشن مو؟ يا جيران العفو. What the main differences between anti-inflammatory and infection؟ واضح لو عرفونا اعتقد مو ماخذينه. العفو. زين. جيد رقية مضاد التهاب. زين شنو الانفكشن؟ الانفلاميشن يختلف. الانفلاميشن يختلف عن الانفكشن. شوف انا اكو بعض الاوقات اخرج عن سياق المحاضره حتى انت تفهم، هي مو الغرض الدرخ، انت تفهم وليس تدرخ او ما تتقيد بماده، اعتبرك علم متنوع العلوم، علم واحد متنوع العلوم والمعارف. شوف الانفكشن هو عباره عن التهاب. الانفكشن جيد يا فاضل هو عباره عن التهاب، اما التهاب بكتيري، التهاب فطري، التهاب فيروسي. اما الانفلاميشن هو عباره عن بروسيس او ستيج، يعني انت جاي تمشي
بالبيت مالتك ها وانضربت بالطباخ او انضربت بالحائط وايدك والرمل صارت حمراء ليش؟ صار عندك انفلاميشن. اذا هذا الفرق الانفلاميشن بها عده خطوات 1 2 3 4 بالبدايه يتوسع الوعاء الدموي يصير احمرار يصير نضح بالمي بالسوائل وليش يصير ورمه؟ يصير الكابيلري او الخلايا تتوسع فالمي يظل ينضح راح تطلع لنفوسايد واضح الفكره؟ فالانفلاميشن هي عباره عن بروسيس هي عمليه بينما الانفكشن لا هو عباره عن بكتيريا هاجمه الجسم او باراسايد او فيروس اعتقد وضحت مو؟ جيد يا عباس الانفلاميشن هي رده فعل احنا اذا عندك انت مثلا عندك بكتيريا بعض الاحيان يصير انفلاميشن ليش يصير انفلاميشن؟ يتوسع الوعاء الدموي تطلع السوائل تطلع التي لمفوسايت اللي هي عباره عن اميون ديفنس ميكانيزم حتى تروح انجولفمنت فور ذا بكتيريا ها واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ هل من جواب؟ زين طبعا احنا شوف هسه عندنا عباس يقول الانفلاميشن جيد الانفلاميشن از اميون ريسبونس جيد طبعا مو بس للبكتيريا الانفلاميشن لا يعني انت اذا تاكل لحم هواي واللحم ترسب عندك برجلك جوا وسوى الم عندك جوينت نقرس فهذا اليوريك اسيد ايضا يعتبر از فورم بادي صح هو مو بكتيريا فراح يصير انفلاميشن وتجي كريات الدم البيض وتاكل يسوي انجولفمنت فور يوريك اسيد وبعدين هاي الليمفوسايت راح تموت يتحرر من عندنا مواد تسوي لنا بين الم في هذه المنطقه فشوف انت شلون الالم يجيك منين يعني جاي احكي لك انا سمبلي يعني بس نوصل الفكره يعني خاف واحد يقول دكتور خالد يعني انحرف عن المستوى العلمي بس احنا نريد نعطيها سمبلي حتى انت تفهم زين شوف هسه نجي على الكيميكال اور بايوجينيك ذا امبورتنت كونستيتوانت از الكالويد فليكوسايد اند اذر يعني شنو الاكتيف كونستيتوانت او المكونات الموجوده اعتمادا على المكونات الموجوده بالنبت احتمال عندنا فليكوسايد واحتمال عندنا احتمال فولاتايل او الكالويد زين هسه ميثود اوف يوزنج بلانت زين يعني انت مثل الان شرحت طبعا بالمقدمه اذا عندك انت نبته احتمال بلانت مي بي يوز از ريتد بارت يعني جزء معين تستخدمه مو كليته اللي بيه الفائده واضحه وياي يا فاطمه اسماعيل جيهان واضح فنستخدم جزء معين نستخدم جزء معين شوف isolated parts مثل ايش؟ مثل ما قلنا digitalis نحتاج فقط الليب فقط الجذور which contain glycoside as digoxin which used for treatment of heart disease and congestive heart failure واضح؟ isolated شوف بعض الاحيان ايش نحتاج؟ نحتاج كله هول بلانت مثل ايش؟ كاترانفاس روزياس نستخدمه كل البلانت كله بفائده كله بأكتف كله بأكتف كونستيتوانت مثل ايش؟ فينكريستين فينكريستين هذا احفظ لي اياه وفينبلاستين شكو دواء احفظه شكو دواء بالمحاضره تحفظ لي اياه فينكريستين اند فينبلاستين which are used as anti-cancer يعني مو اقول لك انا enumerate the method of using plant احتمال شو اقول لك؟ اقول لك the vinblastin used as فراغ واضح وياي؟ واضح يا ساره؟ يا سره؟ سره ثائر او ساره؟ واضح؟ فاضل واضح وياي؟ واضح لا مو واضح
يعني انت شوف السؤال دائما اجيب لك اياه احتمال فارماكولوجي. يعني اقول لك الفينيكريستين it is used as anti-cancer. True or false؟ او اقول لك فينيبلاستين it is used as فراغ. او شو اقول لك؟ فينيبلاستين or فينيكريستين زين as example. As example for whole plants using. فأنت أفهم لي الفقرة بصورة جيدة. زين. هسه عندنا بعض التعاريف، طبعا احنا هاي نسميها introduction للفارماكوجنسي، ولهذا شوف يعني عناوين ومواضيع متنوعة. هسه شوف راح ناخذ شنو بعض التعاريف اللي تمر عليك أثناء المحاضرة. طبعا طبعا يا فرح ظافر انا تعرفون اسئلتي فارماكولوجي زائد عقاقير، يعني المطلوب بالمحاضره يجيك، المطلوب بالمحاضره يجيك، ولهذا احنا نتمنى من طيبه اللي هي ما اعرف موجوده يا طيبه اعتقد موجوده مو طيبه، ان شاء الله اذا خلصت هاي المحاضره زين واذا الاسبوع الجاي عندكم عملي زين وتجون بالكليه نتمنى انه نسوي كويز بيها. الكويز حتى علمك شلون تقرا، حتى علمك شلون النمط مالت الاسئله تجي، ترى انا كل ماده اغير النمط بيها، يعني مو مثل نمط مثل الاورجانيك او كذا. فاتمنى يعني انتم المحاضره هاي يعني تدرسوها وتحفظوها حتى اذا صار عندنا عملي، شوف حتى عباس يقول اسماء النباتات، يوم قلت لك انت مثلا مساعة قلت لك سينال بين وين موجود؟ ما اقول لك انا اذكر لي براسي كنيغرا، لا مثلا اقول لك براسي كنيغرا كونتين فراغ، فانت تكون يعني تحفظ هذا شنو بيها؟ فضروري تحفظ، يعني بديهيا تحفظ انه السينال بين موجود بالبراسي كنيغرا، فضروري تحفظ البراسيكا نيرا بس ما تحفظ السبيلنج مالتها 100%. زين بس اكو اسماء علميه، زين اكو اسماء علميه، هسه من راح نجيب التسميه، من راح نجيب التسميه لاني اريدهن يعني تحفظهن ولهن فد نظام معين، يعني تحط خط وتبدي بكابتل وبعدين سمول، هاي في المحاضره الجايه. زين شنو الهواية ما تفهمها يا عباس؟ هو اسم علمي، هذا اسم مال نبات، شلون مثلا خالد حسن عبد الرضا اسمه خالد والعائله هيك وكذا وكذا، هو اسم لازم تحفظه، شلون ادرك؟ زين سهله. فالقصد انه ترتبون لنا كويز زين نجتمع به بالقاعه ونسوي لكم اسئله اطبع لكم اياها حتى تفهم طبيعة الأسئلة وشلون تجاوب. زين هسه شوف هنا عندنا definition on basic principle، عندنا شوف الفارماكوبيا it is a book، هو كتاب قاموس زين يوجهك زين شلون تسوي preparation للمركبات الكيميائية زين ومعلومات عن المادة الطبية. إذا it is a book containing direction for identification of the sample and the description of a compound medicine and published. زين يعني هو عبارة عن كتاب. زين شلون احنا مثل عندنا الـ PNS، شلون عندنا الـ PNS. زين الدراج هو عبارة عن natural or synthetic. ها شوف لاني ركز عليها، شوف الدراج وقع عندنا natural drug. اذا هذا شوف الدراج it is natural or شوف or synthetic substances having therapeutic properties. وياي شوف هذا التعريف crowded drug mean natural drug. ها natural drug that have undergo only the process of collection and drying no change in their molecular structure.
يعني دواء خام خام. يعني إذا قلت لك the drug mean natural drug. شوف وياي the drug التعريف الفوق أول واحد the drug is natural drug that have وكملها صح لو خطأ أي انتبه لي أنت هاي عبارة خاطئة زين. وإذا قلت لك crowd drug crowd drug mean natural drug that have undergo زين only a process of collection and drying and we can make change in their molecular structure. ها صح لو خطأ ليش استعجلتوا ليش استعجلتوا خطأ شنو هذا شو يعتبر synthetic حورناه صار synthetic يقول لك no change in their molecular structure فضلياها. فإذا قلت لك true false crowd drug it is involved هاي العبارة it is no change in their molecular structure زين فأفهم يا بس زين شوف synthetic صناعي are compound that obtain from chemical synthesized and whose source is يعني بالمختبر يعني ما تحصلها انت من النبات مثل الاسبرين دازيبام يعني الفاليوم اندوميفاسين مسكن الام بروبرانول هذا الانديرال مال ضغط صح لو لا. شوف الاسيتايل او الساسيليك اسيد رؤى وياي رؤى شوف الساسيليك اسيد شو يعتبر شو يعتبر سينثيتيك لو مو سينثيتيك الساسيليك اسيد كل شيء يجي تعاريف يجي صح وخطا احنا ليش نقول لكم كويز كل شيء يجي هسه اريد وياي شنو الساسيليك اسيد ناتشرال جيد الاسبرين شو راح يصير سينثيتيك بس ضفنا له مجموعه اسيتايل يعني اذا قلت لك انا مثلا الاسبرين أو قلت لك الساسيليك أسيد it is natural drug شلون تحول لي إلى synthetic how can convert to the synthetic شو تضيف له تضيف له acetyl group فتحوله إلى acetyl salicylic acid واضح. إذا قلت لك مثال give me example أو قلت لك مثلا diazepam it is example about a crowded drug true or false diazepam احفظ شكو درك بحفظه دازيبوم it is an example about crowded drug اذا عبارة خاطئة سوري. شوف عندنا السينثيتيك وعندنا سيمي سينثيتيك هذا السينثيتيك انصنعه كليا 100% بالمختبر اما السيمي are drug or are produced by a natural drug and treated it chemically to isolate the active ingredient then modified يعني ناخذ natural drug ونحوره نتلاعب به نستخلص ونضيف له مجموعه صار semi synthetic واضح لا تنحفظ يا زينب تنحفظ هاي الاسماء سهله انا هواي بالمحاضره اسماء بس لخصت لكم اياها يعني لو تاخذون الفارماكوجنسي اسوي لكم اياها عقاقير لا تقولون نسوي لنا اياها فارماكولوجي وسوي لنا اياها عضويه وسوي لنا اياها فسلجه لان هي العقاقير هي عباره عن مجموعه من الاسماء اللاتينيه ومجموعه من النباتات وكلها مطلوبه للحفظ انا اختصرت لكم اياها يعني اختصار شديد. شوف هسه اكزامبل فور سيمي سينثيتيك ويا يا الاسبرين القوة الطيبة ضفنا له مجموعة مو شوف انت اذا تشوفين التعريف هنا التعريف يقول are produced from natural هنا من الناتشرال سورسز زين من الناتشرال سورسز زين اكو فرق زين شوف هنا السيمي سينثيتيك مثال مهم
اذا قلت لك شوف هاي الصوره، يعني واحد يقول لي دكتور احنا هاي الصوره نحفظها، انت يا اخي افهمها. يعني انا اريد اجيب لك مثلا مثال، اجيب لك الهروين كان بي سنثسايز فروم فراغ، منين؟ اي الساسيليك اسيد ما الصصاف، الصصاف حامض الصصاف هيك يسمونه، بس انا قلت لك اذا ضفنا له اسيتايل، مجموعه اسيتايل، اسيتايل يعني ضفنا له اسيتايل. زين هنا يقول نسوي موديفيكيشن على الناتشرال، شو اكو فرق على الناتشرال، على الناتشرال. اذا ذا هروين ات از سيمي synthetic drug obtained from فراغ، منين؟ راح اعيد السؤال، هروين، شوف وياي وياي ابدا اخبركم اليوم. هروين it is semi synthetic، راح اعيد السؤال مرتين، راح اعيد السؤال مرتين. The heroin it is semi synthetic drug، ها it is obtained from modify the following drug، فراغ من هذا الدرج؟ لا وياي جيد، المورفين. شوف صيغه السؤال الثاني، دهروين it is semi synthetic drug obtained from the following plant، obtained from the following plant، ما قلت لك from the الدرج مورفين، لا from the following plant، منين يا بلانت؟ بوفي، آه من الخشخاش، أنت تحفظ لي الخشخاش، اسم الخشخاش. زين فأنا هذا رسم ما أريده، صح ما أريده، بس أنت تفهم لي أنه الهروين جاي من المورفين، والمورفين من جاي من بوفي، من الخشخاش. واضحة الفكرة؟ جيد يا أيمن راضي. شوف هاي هنا يقول لك الأديوجينوس بلانت، بلانت جروينج ان ذير نيتف، يعني بالبلد او المنشأ مالتها. يعني اذا انت جبت مثلا خشخاش جبته من باكستان وزرعته مثلا هنا عندنا، ينمو؟ لا طبعا ما ينمو، وحتى لو ينمو ما يعطيك. ها موز، موز وين ينمو؟ ينمو مثلا بالبلد الاصلي مالته، تجيب الزرعه بالعراق يطلع، حتى لو يطلع يطلع لك نوعيه رديئه. اذا فالنباتات التي تنمو في البلدان الاصليه. Neutralize plant، plant growing in form latent other than their native. زين. Cultivated plant، هذه شوف المفروض تعرفها شنو هي، plant growing under controlling condition to improve the quality or quantity of the plant. شوف هاي شنو يسميها؟ شوف هسه اكو تقنيه موجوده بالامارات انه ياخذون جاي يصنعون نخيل ذو جوده مال تمور عاليه، هي شلون يسمونها، يعني يحضنوها، ياخذون جزء بسيط مثلا من التمر هذا البرحي او الفستاوي، التمور الجيده ياخذون فد خصله معينه ويسوونها يعني كلتشفيتن، يعني يحضنونها، يزرعونها في مكان معين، درجه حراره معينه، رطوبه معينه، وقت معين، ينطونها سماد معين، بينما اذا يخلونها في الظروف الاعتياديه ما تموت، تموت، صح ولا لا؟ مو؟ مو يا محمد علي؟ فهذا نسميه بال cultivated plants. واضح؟ صوت واضح لو زين. بس اكو جماعه جاي يجيبون مثلا برحي، يجيبونه من البصره يزرعونه هنا، ما يطلع، يموت، صح ولا لا؟ يموت. فيحتاج بيئة معينة، بيئة مثلا حارة، بيئة رطبة، بيئة البصرة، ينمو بها البرحي. بينما من نجيبه هنا يشترون التالة ب 250 ألف دينار ويزرعوها، ورا فترة تموت أو ما يطلع بها تمر. زين. شوف اكو اكستراكت، شنو الاكستراكت؟ اكستراكت. اكستراكت it is a substance made by extraction apart of a raw material often by using solvent such as ethanol water. اذا هي عباره، احنا عندنا شلون نقدر نقول عندنا نبته
وضفنا فوقها solvent وسوينا extraction العملية extraction والمادة طلعناها يسمونها بالإكستراكت شو نسميه؟ بالإكستراكت المادة نسميها بالإكستراكت إذن إكستراكت may be solid أو powder among best now true extract almond cinnamon ginger والليمون والبيبرمنت أما الإكستراكتيف شوف شنو الإكستراكتيف فرقها This term details with the principal constituent يعني المواد الفعالة اللي طلعناها that found in the natural substances which give natural drug and pharmaceutical activity by many methods like extraction distillation إذا شنو الفرق؟ شنو الفرق ما بين extract والextractive؟ يلا What the main differences between extract and extractive بكلمة واحدة يلا منو قل لي what the main differences جيد يا عباس الأولى عزل والثانية المعزول شوف جواب دقيق وكلمة واحدة لا تكتب لي بالامتحان جريدة طويلة ترى كلها أقراها أنا من فوق لي جوا والزايد كالناقص زين اذا عندنا عباس عبد الكريم جيد طبعا احنا الحضور والمشاركه ضروريه المفروض اغلبكم يشاركون انا بالنسبه لي عندي حضور وعندي مشاركه كلش ضروريه ايضا النعناع is a natural substance it is leave also natural substances after drying زين ام يعتبر نوع من انواع الاكستراكتيف اللي هي نفسها عباره نسميها الاكتيف كونستيتوانت نعيد تعريفها مره ثانيه الاكتيف كونستيتوانت ار ذوز كيميكال كومباوند اور اورجانيك هسه ديتيل Substance or chief principal constituent of natural drug, natural substance بين قوسين, which give the natural drug its pharmacological activities. إذا أنت تعرف الـ active constituent هي المادة الفعالة. إيش تنطي؟ تنطي الـ pharmacological activity. الـ active constituent هي المادة الفعالة اللي تنطي الـ pharmacological activity. صح ولا لا؟ زين. These found whether as a single substances or mixture substances and used as therapeutic agents and then separated those constituent by different method of extraction in this case is constituent called extractive or a derivative like active constituent of digitalis. اذا انت عندك active substances، ال active substances نسميها بال extractive or نسميها بال derivative هي اللي تنطي ال pharmacological activity. عندنا نبات احتمال بي 1 or 2 or 3 active constituents اللي هي نفسها extractive واللي هي نفسها derivative واضحه؟ اللي هي تنطي ال pharmacological activity. ليش؟ لان اكو عندنا درج ايش بيه مثلا بي ديليوينت بي بايندر صح ولا لا؟ زين راح نجي الى الناتشرال بروتكت وياي صوت واضح عفوا صوت واضح زين natural products are those chemical compounds or substances that are isolated from the living organism, animal, plants, bacteria. It can be in form of primary or secondary metabolites. These secondary metabolites are classified into the three, mainly terpene or phenolic compound and nitrogen containing compound. Natural products will discuss later. هاي هسه راح ناخذ بها محاضرتين كامله فلا تدوخ بها. هي عباره اذا عباره عن مواد او مركبات كيميائيه طبيعيه اما من البلانت او من البكتيريا
أو من الحيوانات. احتمال تكون secondary or primary metabolic protect. السكندري احتمال تكون 1, 2, 3. بس في المحاضرة هي بها 4، بها تربين وبها فينوليك وبها النيتروجين containing compound. إن شاء الله راح ناخذها في المحاضرة الجاية. هسا عندنا الدراج. كم نوع من الدراج؟ شوف عندنا official وعندنا unofficial وعندنا non-official. official والunofficial والnon. فأيضا ذني ضروريات تحفظهن. شوف الofficial drug that has been included in the official pharmacopoeia يعني موجود من ضمن الدستور مذكور. يعني هسه احنا عندنا أدوية بالصيدلية صح صنعها الدول والمعامل، بس هي ما مذكورة بدستور الأدوية، يعني مو نظامية مو علمية. وياي
كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا احنا بالكل، وانا دكتور فاضل جاي نعطي محاضرة، فالانترنت انقطع عندنا، اضطريت ان افعل 10 شريحة هسه هاي بعد. فدكتور فاضل هسه قاعد سكت، وانا فعلت 10 شريحة حتى اخلصهم. ليش تاخرون؟ ما اعرف وين وصلنا وقطع الكلام، ما خلصنا هذه. مو وصلنا للاوفيشال. تسمعوني؟ شو تسمعوني الان؟ صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ الو الصوت واضح؟ اي مو هي مشكله، هو هسه انا جاي كانك على اي جيد. صوتي واضح؟ واضح جيد محمد، واضح. انا هم صراحه شويه صوت عالي. اذا طبعا الانترنت في الكليه ماكو انقطاع. انا دكتور فاضل هسه توقفنا وكنكنا على الشرايح وجاي نتواصل وياكم، واي اشكال ان شاء الله. اوكي، اذا عندنا نشوف الاوفيشال درايك، ادويه مذكوره بالدستور يعني قانونيا نقدر نقول. اوكي اكزامبل عليها مثل الاكيشيا والبلادونا. فاذا قلت لك اعطيني اكزامبل اباوت الاوفيشال درايك تكون تعرفها. اعطيني ان اوفيشال درايك شنو هي تعريفها، او اذا قلت لك اكزامبل او قلت لك شنو، شوف يقول درايك ذات هاز بين انكلود بريفيسلي، يعني هي كانت سابقا موجوده بدساتير الادويه لكن بالدساتير الحديثه حذفت، ما موجوده. واضحه الفكره؟ بالدساتير القديمه كانت موجوده، بس بالدساتير الحديثه انه غير موجوده. واضحه الفكره؟ فاذا قلت لك قارن او انطيني مثال زين تكون تعرف. شوف هذا الدرايك بيرتيدروم يوز ان كاردياك بريشر، ات از كانسل يعني وخروه كانسل. لا مو بها مضار، هي الاوفيشنال اوفيشال يعني دستوريه، ما بها دستوريه ومذكوره بالادويه. زين يا محمد، اذا it is cancelled from the pharmacopoeia، كنسلوه من الدساتير by drug rules اعتمادا على القوانين. شافوا اما بتاثير سام او تاثير undesired، هاي unofficial. اما الاوفيشال لا موجود بالدساتير وجاي يستخدم، موجود يعني more safe than of an unofficial. واضحه الفكره؟ اذا اذا قلت لك شنو الفرق ما بين الاوفيشال والنون اوفيشال، تقول لي الاوفيشال هو الاسم الدواء موجود، بينما الان اوفيشال كان موجود سابقا بس هسه وخروه من دستور الادويه. انطيني مثال، تقول لي بلادونا والبيرتروم. واضح؟ مثال هنا ومثال هنا. نفس الشيء عندنا ناشو بالنون اوفيشال. نون اوفيشال. النون اوفيشال شنو هي النون اوفيشال؟ دراج ذات هاز بين نيفر بين انكلود، يعني ما كانت هي سابقا موجوده وخروها ولا موجوده حاليا. واضح؟ يعني ادويه غير مرخصه غير دستوريه. Drug that have never been included. Never. ها سوري المحاضره اي خلنا اعيد تسجيلها، انتم ما ذكرتوني. اريدك تركز لي عليها، ضروريه. البوتانيكال درايك هاي اللي يمك قدامك ضروريه. هسه راح ناخذ امثله عليها. Which no longer have an organ structure such as essential and fatty acid plasma and other. شوف هسه الاكزامبل.
as an example about botanical drug مثل ايش الكركم الكركم هسه راح ناخذه بالتفاصيل هذا المثال اريدك تفهمه اذا قلت لك what the botanical name of it اجيب لك انا الاسم الغير العلمي وتنطيني الاسم العلمي كركما دوماستيكا اذا الكركم الاسم العلمي الكركما دوماستيكا كركما دوماستيكا زين شوف فول botanical name يسموه بالكركما دوماستيكا الجينوس كركما السبيشيز دوماستيكا اذا نحفظ لي اياها لاني احفظ لي اياها زين شنو العائله مالته؟ من عائله الزنجبيليات الزنجبيليسيا الجنجر فاميلي الكومن نيم شنو الكومن نيم؟ التروماريك وياي الكومن نيم التروماريك يعني اذا قلت لك ذا بلانت التروماريك انطيتك التروماريك وياي وياي يا زينب احمد الصوت واضح زينب عباس عبد الكريم علا قاسم شيماء طيبه طيبه الصوت واضح طيبه زين شوف اذا قلت لك التروماريك انطيتك ذا بلانت التروماريك اسم مو ساينتفك وطلبت اسئله قلت لك واتس ذا ساينتفك نيم شو تقول لي؟ شو تقول لي؟ تقول لي الاسم العلمي مالته اللي اعطيتك اياه اذا قلت لك اي جزء من النبات وين موجود بالورده وين موجود كنت تعرف انت يا جزء شوف موجود بالرايزوم موجود بالرايزوم ها زين موجود بالرايزوم شنو استخداماته سبايس اند كولوريك ايجنت جيد شو توكسيستي مالته؟ بي لو ما بي؟ جاوبني. هذا الستركشر مالته مطلوب، احفظ لي اياه. شو تقولون؟ تردون ولا ما تردون؟ حفظ. ستركشر، ما يا طيبه. افهم لي اياه. ما اريد افتح حفظه، افهم لي اياه. زين. هسه راح اعيد السؤال من جديد. زين. خوش، هذا الستركشر فهم. شوف the other The other important constituent of turmeric are essential oil بها وعندها بولي سكرايد. Turmeric pharmacology and clinical efficacy. شوف اذا قلت لك اذا اعطيتك التومريك قلت لك اعطيني البوتانيكال نيم شو تعطيني؟ كركوما دوماستيكا. اذا قلت لك من نحصله؟ اي بلانت اي جزء؟ تقول لي من الرايزوم. إذا قلت لك what the other important active constituent شو تقول لي؟ essential oil وبها بوليسكرايد واضح؟ إذا قلت لك شنو الـ clinical efficacy؟ إذا قلت لك شنو الـ clinical efficacy ذني؟ against ulcer of stomach, antispasmodic, hypoglycemic هايبو كوليستيريميا ينزل الدهون اميون ستيمولنت اند انتي ميوتوجينيك شوف بابا وياي عافيه شوف هنا شو يقول لك فارماكولوجي اند كلينيكال افيكيسي باع شوف بالراس مو بالانسان شوف هنا ان انيمال هنا بالانيمال والهيومن شوف ان فيفو اند فيترو داخل الانسان والخارج هنا وين بالفيترو بالخارج لان يعني بعد ما مثبتات فانت فرق اذا قلت لك شنو الفارماكولوجيكال اند الكلينيكال افيكيسي اكو فرق عن ال عن شنو؟ عن اليوزز مالتها اكو فرق عن الميديكال يوزز شوف هاي الميديكال يوزز ناصر الدين واضح؟ شوف هاي الميديكال يوزز It is anti-inflammatory agent used in arthritis التهاب المفاصل و سيروسيس الصدفيه for dysapnea عسر التنفس ألتر and other
GIT problem, gastrointestinal tract problem, and liver disease. إذا قلت لك شنو medical uses وإذا قلت لك شنو pharmacological efficacy أكو فرق. وإذا قلت لك شنو الجزء اللي نستخدمه مالت النبات. وإذا قلت لك شنو الاسم النبتة البوتانيكال نيم لأني تحفظ لي اياها. واضح؟ زين. إذا هذا أخذنا اكزامبل على البوتانيكال نيم. شوف هسه عندنا بيور. يعني أريدك تعرف هذا بوتانيكال وهذا بيور. ناتشرال بروتكت. راح ناخذ اكزامبل عليه. زين. شوف هنا يقول definition of natural product is usually restricted to the organic compound isolated from natural sources that are produced by pathway of primary or secondary metabolic. احنا هذا الكركم بحد ذاته هو جيبه وطحنه هو هذا natural botanical بينما لا هنا عندنا البرايمري والسكندري هن يطنه فهذا الفرق. إذا أنت أريدك بس تعرف شنو البوتانيكال إكزامبل على الكركم وإذا قلت لك إكزامبل على بيور نشل بروتكت أور إيزوليتد كومباوند إيش تعطيني؟ تعطيني هذا يسمونه بالجلامنتين جلامنتين. إذا إكزامبل فور بيور نشل بروتكت أو إيزوليتد كومباوند شنو؟ جلامنتين. وإذا قلت لك أعطيني إكزامبل على البوتانيكال نيم اللي هو الكركم فوق. واضح؟ هسه راح ناخذ الجلامنتين المن يستخدم؟ يستخدم للزهايمر. للزهايمر. لا ما بقت شيء المحاضرة، هي بقت صفحتين نخلص من عندها، والوقت بعده. محاضرتنا احنا تخلص ب 12 خلاص ب 12 تخلص العفو. شوف هذا الجلامنتين هذا الجلامنتين شوف باوع شوف سيرب عندنا وعندنا تابلت سيرب وتابلت خلصت المحاضره ما بقى بيها شيء ان شاء الله. كل ما تاخذون محاضرات من البدايه وتفهموا احسن ما تراكم عليكم بعدين. اذا الجلامنتين ان الكالويد extracted from what؟ ها منين نستخلصه؟ كون تعرف لي اياه. جلامنتين منين نستخلصه؟ من جلامنتين. جلانثوس زين؟ من جلانثوس. اذا قلت لك الجلامنتين شنو هو؟ الكلويد لو كليكوسايد شو تقول لي؟ تقول لي هو عبارة عن الكلويد. الالكلويد ناخذ له بالكورس الثالث ان شاء الله. ناخذها بالكورس الثالث. اذا الجلامنتين هو عبارة عن بيور اور ايزوليتد كومباوند. من حصله اسم النبتة؟ شوف هذا حاط لك اسم علمي. هذا اسم النبتة باعله هذا اسم النبتة. لا تقول ما ادري. هذا عفو. Other species recently has been introduced into the clinical practice. زين. شوف هذا سابقا الاوروبيين كانوا يستخدمونه بالشلل شلل الاطفال بوليو. بوليو هو عباره عن شلل الاطفال. بوليو هو عباره عن شلل الاطفال. زين جلامنتين يرجع الى اغلاس يسمونه الكوليستريز اور كولين استريز انهبيتر. كولين استريز انهبيتر. كولين استريز انهبيتر. هسيدك وياي. اذا راح نعيد من جديد. اذا قلت لك give example about a pure isolated compound شو تقول لي؟ الجلامنتين. اذا قلت لك شنو البوتانيكال نيم يعني اسم النبته تنطيني اياها. اذا قلت لك الجلاس مالته المن نصنفه شو تقول لي؟ تقول لي كولين استريز انهبيتر يرجع الى عائله او صنف جلاس اوف كولين استريز انهبيتر. اذا قلت لك المن يستخدم شو تقول لي؟ تقول لي فور زهايمر ديزيز. ويا يا شهد بنين نور الهدى عباس علا قاسم
وياي. إذن شو شنو الميكانيزمات؟ It is act as a competitive cholesterinase or choline esterase inhibitor. Rises the level of acetylcholine in the brain. احنا عندنا acetylcholine بالدماغ. يجي الاسيتايل او يجي الكولين استريز شو يسوي؟ يكسر لنا الاسيتايل كولين، وخر الاسيتايل كولين، يعني قلل decrease concentration of acetyl كولين. ها هذا الدواء المنطقي شو يسوي لنا؟ inhibition for this enzyme. يعني الجلامينتين it is inhibition for what؟ كولين استريز، والحصيلة راح يزداد الاسيتايل كولين. إذن الجلامينتين it is increase the level of acetylcholine in the brain and inhibition action of choline esterase inhibitor and inhibition choline esterase inhibitor. جيد يا عباس عبد الكريم. يزيد تأثير الacetylcholine، يزيد تأثير الاسيتايل كولين. اذا عندنا people with this disease يعني الزهايمر ديزيز ايش عندهم؟ low amount of chemical acetyl choline in their brain. A decreased amount of acetyl choline has been linked to dementia، يعني الخرف او النسيان. Glamantin work to prevent breakdown of acetyl choline thus increase the concentration of chemical in the brain and may help and decrease the symptom of dementia. زين. ضاو علي، شوف هذا النيرف. هذا عندي الاسيتايل كولين. منين جاي؟ جاي من الاسيتايل كوي زائد الكولين. يجي يشتغل على الريسبترات، نيكوتينيك ريسبتر والموسكارينيك ريسبتر. واضح؟ الاسيتايل كولين استريز يمنع او يحطم الاسيتايل كولين. ها؟ من منطق الجلانتامين؟ الجلانتامين راح يسوي stop or prevention action of acetylcholine esterase، يعني يمنع هذا الانزيم ويمنعه ما يخليه يشتغل على الاستايلكولين. اذا الاستايلكولين الكونسنتريشن مالته زاد داخل الجسم او داخل البرين. واضح وياي؟ بس اريدك وياي تقول لي نعم حتى اعيد لك اياها من جديد. وياي عافيه بلا زحمه، الصوت واضح. إذن وياي الجلامينتين، what's the botanical name of the plant of the glamantin؟ واحد. what's the glass of glamantin؟ المن يرجع. what's the mechanism action of the glamantin؟ what's the main uses of the glamantin؟ إذا جلامنتين الكالويد أو الكليكوسايد أو الفلوتايو كنت تحفظها. واضح؟ فذني صيغة الأسئلة ضرورية. أعتقد عندنا بس الأوبيوم صفحة واحدة ونخلص الخشخاش. يعني إذا ناخذ الأوبيوم. الأوبيوم مثل ما قلنا هو الأفيون أو الخشخاش. شنو الاسم العلمي؟ يسمونه بابا فيرا ساموني ثيروم. الاسم مالته، الاسم مالته بابا فيرا ساموني ثيروم. وياي شوف الأوبيوم هو عبارة عن أو الخشخاش الأفيون هو ناركوتيك دراك، مخدر، أدوية مخدرة. That is obtained from نين؟ المادة الناضحة من الأوبيوم. زين. الأوبيوم is obtained by slightly incision، يعني نسوي شق بالكبسولة اللي تحوي على الخشخاش. زين شلون؟ مثل الطوبة وبها المادة نسوي بها شق. وين؟ بالكبسولة of the opium after plant flower plate، يعني ورا ما تنحني، تنحني النبتة، يعني معناها نضج الأوبيوم، نضج. إذا بعدها ما منحنية، إذا فترة مو جمع الثمار، بعدها مو ناضجة. إذا من تنحني الكبسولة ونسوي شق، شوف هذا هنا طالع المادة البيضة عندنا، هي عبارة عن الأوبيوم، سوين بها شق وطالع على الأكتيف إنجريدينت.
إذن the slide seed bought oxidate مادة ناضحة مثل الحليب يسمونها باللاتكس that coagulate تصلب and change color turning into the gum like a brown mass upon exposure. إذن هي عبارة عن مادة حليبية راح تصلب عندما تتعرض إلى الضوء. هاي المادة طلعناها هي عبارة عن raw opium مادة خام. Maybe ground نطحنها نحولها إلى بودر أو or treated to the further. شو نسميها؟ أما نطحنها إلى بودر وانتهت صارت هي أثيون خشخاش أو نعاملها نغير بيها ونضيف عليها يعني نسوي synthetic compound من عندها to obtain a derivative such as morphine and codeine and heroin. إذن الهروين والكودائين والمورفين من نحصل عليها؟ نحصل من الأوبيوم ورا ما سوينا له modification أو سوينا له treated further treated. واضح؟ زين واضح الصوت؟ واضح بلا زحمة؟ الصوت واضح؟ طيبة؟ طيبة الصوت واضح؟ جيد. إذن أنت عندك أوبيوم طلعت من عنده مادة لاتكس صارت بودر رقم واحد أو هذا البودر سوينا له العرنبي سوينا له موديفيكيشن ايش حصلنا؟ يعني شنو معناه؟ تلاعبنا به بالتركيب مالته سوينا سينثيتيك كومباوند ايش حصلنا؟ مورفين كودائين هروين. واضح الفكرة؟ وذني كلهم شو يسمون؟ يسمون اوبيوت. واضح؟ هسه راح ناخذ فقط الفارماكولوجيكال اوف اوبيوت. اذا اكزامبل الفارماكولوجيكال اور فيزيولوجيكال اكشن اوف اوبيوت. اوبيوت از اكزامبل عليها مورفين والكودائين. اوكي exert their main effect on the brain. إذن شغل على الدماغ on spinal cord. زين. Their principal action is to relieve or suppress pain. شوف ذني أنا حاط لك عليهم جواهن خط باللون الأزرق يعتبر as uses or action of opiate اللي هي شنو هو؟ الكودائين والمورفين والهروين. يعني إذا قلت لك what's the physiological action of كودائين تذكر لي ذني. إذا قلت لك what's the physiological action of morphine تذكر لذني. إذا قلت لك what's the physiological action of heroin تذكر لذني. إذن it is suppress pain الألم. The drug also شو يسوي؟ يقلل anxiety يعني النرفزة يهدئ. Induce relaxation drowsiness and sedation and may impart the state of euphoria يخليك الشعور بالبهجة ويخليك تفرح. يعني شو غير؟ انهانس مود يغير المزاج يغير مزاجك. زين opiate it's also important physiologically effect. شوف شو تسوي. They slow respiration and heart beat يعني تقلل ضربات القلب. Suppress the cough. شوف احنا معظم الشرابات الموجودة بالصيدلية بها كودائين. يعني الكودائين اذا شفته بالشراب يستخدم للسعار الجاف يسوي inhibition for cough suppress for cough. إذن treatment for cough يستخدم لعلاج السعال. And relax smooth muscles of gastrointestinal tract. إذن يشتغل على العضلات الملساء الموجودة في الرغامي أو في القصبات الهوائية وبالتالي يستخدم لعلاج القحة ويعتبر مرخي للعضلات الملساء الموجودة بجدران الأمعاء. واضح الفكرة؟ زين. الأوبيوتس are addictive يعني يسوي لك إدمان. Addictive drugs they produce by a physical dependence تعود. إذا ظل تأخذ فترات زمنية هروين مورفين راح يصير عندك إدمان تعود وصعوبة أن تتركه. And withdrawal symptom that can be only be أسجيت. يعني إذا تركه زين طبعا بصورة تدريجية وفترة طويلة يلا تختفي الأعراض. زين with chronic use the body develop tolerance. شوف عندنا acute وعندنا chronic راح يصير عندك tolerance تعود بعد ما تقدر to opiate so that progressive large dose are needed. يعني إذا أنت بالبداية تستخدم لك فتح 10 ملغرامات
راح تنطيك نتيجة، لكن إذا استمريت شهرين ثلاثة صار كرونيك، وبالتالي 10 مليغرامات ما تفيد، تحتاج جرعة كبيرة حتى تشتغل عندك، لأن صار عندك التولرنس، صار عندك إدمان، صار عندك تعود، صار عندك شلون دول المدمنين على الهروين صار عندهم تعود ما يقدر يعوفه. زين، يقول الهروين or the higher opiate heroin and morphine are more addictive than opium. إذا ذني صنع عنان الهروين والمورفين بهن تأثير مخدر أكثر من يش من الأوبيوم نفسه والكودائين. زين، نعتقد بغت أربع أسطر ولو أخرناكم. شوف، الأوبيتس are classified as a narcotic. إذا هي عبارة عن مواد مخدرة because they relieve pain, induce sleep, نوم and produce addiction. تعود، إدمان. Then use of opium produce physical and mental deterioration. يعني يلعب بالدماغ مالتك. Then and shortness of life. Acute overdose. إذا شخص مو كرونيك، انطيناه جرعة عالية من الأوبيوم، ايش راح يصير عنده؟ يصير respiratory depression وراح يسوي لنا death mode. اذا انت عندك، اذا شخص انطيته جرعة عالية، يا بتعال هاك هاي هروين، تعال هاك هاي كوداين، جرعة عالية راح يموت. ليش يموت؟ لان راح يصير عنده respiratory depression، راح يصير عنده توقف في عضلة القلب وراح في الجهاز التنفسي وراح يموت. لني الجينوس تحفظ ليان البابا فيرا. زين، منين نحصل عنه؟ نحصل عنه من الأوبيوم. هنا البارت of the plant هو الأوبيوم. شنو استخداماته؟ medical use, analgesic, painkiller, constituent, alkaloid, morphine, codeine، وعندك هذا الستراكتر مالته. إذا الأوبيوم هو عبارة عن الخشخاش أو المورفين. من نسوي له شق؟ راح نطلع اللاتكس، راح نستخرج اللاتكس وياي. إذا عندنا الأوبيوم نسوي له شق، راح نطلع اللاتكس، هاي المادة الصمغية. أما نجففها وصارت هي خشخاش أو مورفين، يسوونها مكعبات ويبيعونها، أو ناخذ هذه المادة ونسوي له فد موديفيكيشن، راح نحصل على الهروين والمورفين والكودائين. واضح الفكرة؟ ذني يسمينهن مواد مخدرة، إذا استخدمتهن بفترات زمنية طويلة راح تكون مدمن عليهن. من نحصلهن؟ نحصلهن من البابا فيرا سامونيفيرا، الاسم العلمي مال النبتة. شنو الاستخدام مالتهن؟ تعرف لي 1 2 3 4. شنو طبيعتهن؟ هي عبارة عن الكالويد. هنا الكالويد يعني إذا قلت لك الكودائين عبارة عن كليكوسايد، true or false، تقول لي خطأ، هو عبارة عن الكلويد. شنو استخدامه؟ 1 2 3. من نحصله؟ شنو اسم النبات؟ اسمه بابا فيرا سامونيفيرا. شنو جزء النبات؟ نحصله من الأوبيوم. واضح الفكرة؟ شنو استخداماته؟ إيوفوريا وبين وعدت لك إياها الموجودات بالخط الأزرق جوا. واضح لو مو واضح؟ احنا عندنا اوبيوم يا طيبه، عندنا اوبيوم جيد، هو نفسه اي نفسه، ونحضر من عنده المواد الهروين والمورفين. زين، واضحه المحاضره؟ انا اعتذر عن السرعه لان جماعتكم قالوا لي بمسجات دكتور اجل لنا المحاضره، تعبنا الى وقت ثاني وما تسوى، هي لان بقت صفحتين ما تسوى ناجلها على المحاضره. فالحمد لله والشكر خلصت المحاضره. اللي عنده سؤال او عنده استفسار انا حاضر، اللي عنده سؤال او عنده استفسار انا حاضر. اعتقد المحاضره كانت واضحه وكان بيها يعني فارماكولوجيكال، انتم صيادله لازم شوي نمزج لكم بين فارماكولوجيكال وما بين عقاقير، وان شاء الله اريدكم تتفقون مثل ما قلنا، تحفظون المحاضره وتفهمونها كفارماكولوجي وكعقاقير، وتحددون لنا يوم من الايام نمتحن بيها حتى تعرفون طبيعه الاسئله وتكونون جاهزين لامتحان الميد والفاينل. عذرا على الإطالة، وأي شخص
يريد نعيد المحاضرة، وإن شاء الله على المحاضرة الجاية نكون أبطأ مثل ما قلنا، بس جماعتكم اللي تعبوا واللي قالوا عيد المحاضرة أو تركها، فإحنا حبينا نكملها. شكرا لكم، شكرا لصغاكم، شكرا لبعض الطلبة اللي شاركونا مثل عباس وغيرهم، وصراحة نتمنى البقية أن يشاركونا مشاركة فعالة. شكرا جزيلا لكم، وشكرا على الإطالة، شكرا لكم. بها احنا ليش ما تعطينا اختصار؟ كان في الجامعة، في الجامعة ايه؟ ليش؟